انا وقع لي واحد المشكل وكبير بزاف، والديا جاو عليا من الدار. انا بصح اخاتي وقع لي مشاكل مع العراق وبصح جارين عليا، ايه ولكن خاصك تعرفي علاش بعداك. سنة وليدي شويه البيع والشراء ناقص، ولكن الحمد لله دابا ربي دابا ما ينساش العباد ديالو، دابا يستر ما ينساش. وليدي ما عندكش يقول لي سبقتي ليا، ما عندكش وليدي بغا نقول لك فاز الحمام ساعه حشمتيني الله خارج مع الباب تشدي الوالد. انا نعطيك هاد 1000 ريال وتصر وغادي نمشي في باربي. انت هو ما تيتافدي اسمعني يا وليدي. سير الله يرضي عليك وليدي، الله يسهل عليك، الله يرضي عليك. انا وليدي لقيت التيسير، نهار خير بقاك غايب. نتفكر ضحكة نار العيد طيح الدمع ويبدا جرح جديد، نتفكر ضحكة نار العيد طيح الدمع ويبدا جرح جديد. مرحبا بك على الراس والعين، كلشي كاين. اهلا لعبد الروح ديال رجال، عبد الروح ديال العيالات، كلشي كاين اللي بغيتها. مرحبا بك. واخا عاد شوف عندنا مرة هادي في الواتساب ياك، غادي نصيفط لك كاتالوج كامل ديال الروح واختار اللي عجباتك، نقدر نصوبها لك ونصيفطها لك. راني فايزون كراتوي، يعني انت في كازا بعدا ياك؟ صافي راني فايزون كراتوي في كازا، داكشي اللي بغيتي انتيا غنصيفطها لك ونجيبو لك عندك للدار، اللي كنتي في مدينة أخرى اللي غنتفهم عليها اللي فايزون ليها. مرحبا أبي بليز، مرحبا. أنا دابا نصيفط لك كاتالوج دابا في الواتساب. صافي شكرا لك، مرحبا بك، مرحبا بك. مازال ما تفهمت لي من بعد اللي دوزنا وهانت العشرة اللي كانت بينو وبيني، كيف قدرتي اللي حسبتك سندي في المحنة تمحى قلبي اللي هو أسنش. السلام عليكم. السلام. أهلا أهلا مرحبا. شنو أخبارك؟ الحمد لله. أنت بخير؟ شنو مزيان؟ بخير الحمد لله. أش أخبارك؟ كل شيء بخير. مرحبا بك لالا. الله يكبر بك. شحال بالخاطر؟ إيوا كاتالوج واش باش بغيتي؟ ها المروح ديال لي فان، الا عندك شي واحد بالبقيه انا غادي لي زون تاعهم. ايوا صراحه اش نقول لك، انا ما على باليش بهذا الكاتالوج، انا بغيتك تعطيني احسن ريحه ديال العيالات عندك واغلى ريحه عندك في هذا الماحل. صراحه كاع الروايح لا زوينين، ولينا غادي نعطيك واحد الريحه هاي الاوريجينال ديالها. هاو انا العمل انا، الا بغيتي تريحي لي ديال بصح دير 400 درهم لك انت. جربي جربي خذي معاك. خذي كلشي ديالك. الله زوينه بعدا ياك كتحمق. ايوا واش غادي نقول لك، ايوا دابا راك برعتين، ولكن انا اللي قلتي ليا قاصح ليا شويه. شوفي لالا الثمن اللي قلت لك راه هو اللي كاين دابا في الصاف، الا بغيتي روايح اليوم عادي الله ما هادو كاين ديال العبار، اما هذا شي حاجه اللي اوريجينال. انا سيدي بغيت هاد الريحه هي اللي جا خاطر عليها، وبغيتك نقص عليا شويه في الثمن ودير الملح في الطعام. ماشي مشكلة لالا، مادام جيتي عاد فينا هاد البارفان مرحبا بك والف مرحبا. هاك هاك الكارت فيزيت ديالي، احتاجتي شي حاجه الا مرات التليفون. بالنسبه للريحه اللي بغيتيها راه نخلي لك 300 درهم. الله يخلف عليك. مزيانة؟ مزيان. إيوا لالا حنا غادي نزيدو كادو آخر من عندنا. ها هو لالا كادو مع الفيلي بارفان، أي واحد كياخد شي حاجة كنعطيو معاه كادو. إيوا واش غنقول لك، الله يكبر فيك. مرحبا بك. خاصك شي حاجة، شي حليب ولا شي فايدة شي حاجة؟ لا لا بارك عليا غير الريح. خذي لا كارت فيزيت عندك نسيت، ضروري بغيتي شي حاجة عيطي لي وقت اللي بغيتي. مرحبا بك. إلا كنتي كتعرفي شي صاحبتك برا كازا ولا شي حاجة راه نسيفطو لها ماشي مشكل. إيه مرحبا، عندي صحاباتي بزاف عزيز عليهم الروح. ياك تبارك الله أنت مبشور وكتعرف تهضر وزعما كنبيعو الشرا معاك زوين. الله يكتب عليك. شحال من واحد الدنيا
شي وحده اخرى؟ لا عندي واحد المارك جديده واعره كتحمر. صافي غافر انا مشيت عندك يوم عاقل بالريح. وعلاش جيتي؟ انت قلت لي هذاك النهار الا كان عندك شي مشكل نقصدك، وانا اليوم قصدتك والمقصود الله. مرحبا، انت راك كليان ديالي، ولا ما نقدرش نعاونك شنو غادي نقدر نعاون؟ واسي عبد الغافر شنو نقول لك، انا وقع لي واحد المشكل وكبير بزاف، والديا جاو عليا من الدار. من الدرجة؟ وانا دابا ما عنديش فين نمشي، وانت كتشوف دابا العشية تعشات والظلام بدا كيجي، وانا ما عنديش فين نمشي، وما طحش لي غير انت في بالي، واصلا انت لا كارت فيزيت ما بقاتش عندي ديال باش نعيط لك، داكشي علاش قصدتك نيشان في المحل. عرفتي شنو؟ دابا اصلا بات لي الدار وبات كطيح شوية، ما تا شنو؟ غتبركي في كرسي تسنيني واحد شوية، نسالي ونديك معايا الدار، كاين غير انا الوالدة ما كاينش شي حاجة بلا ما تخاف. صراحة انا ما بغيتش نتقل عليك. شوفي غادي نمشي ولكن راك عارف انا بنتي. اسمعي غادي نديك معايا ان شاء الله الدار ياك، غنهضر مع الوالدة تمشي معاك وتهضر مع والديك وغادي نرجعوك ان شاء الله الدار. صافي صافي يلاه انت بكي في الكرسي تمايا انا غنسالي دابا ونمشي معاك. صافي يلاه سالي كي تسكت. مرحبا بك، هادي هي دارنا غير الوالدة دابا تجي. راه سمعتيها داركم زوينة كبيرة تبارك الله. تبارك الله الوالد الله يرحمه تكرفس عليها. مرحبا مرحبا مرحبا. سلام بنيتي. سلام خالتي. هذه الوالده ديالي ياك. وغير الدرية ملي عيط لك قبيله قلت لك راه هي هذه البنت مسكينه. مرحبا بها بنيتي. مرحبا بك. ربي يخليك خالتي وسمحي لي على هذه الدخله اللي دخلت. الدنيا هانيه بنيتي، حسبي الدار داركم بنيتي. مرحبا بك. سمعتي بعدا الوالده اش قالت لك؟ هاي الوالده قالت لك مرحبا بك والف مرحبا. اش بغيتي اكثر من هادشي؟ وا الله يكبر بك اخالتي، الله يكبر بكم بجوجكم. ولا بنيتي ديري راسك راك في داركم. الله يخطيك اخالتي. شكرا. انا راه ما عارف عليك والو بنيتي. ايوا صافي نخليكم بيناتكم نتوما العيالات، راكم غادي نتفاهموا. عاودي ليها وتعاود ليك، ولا كانت شي حاجه احتاجتوني انا في البيت. صافي الوالده في حيط عليا الجاكيطه ديالها. سير ولدي سير الله يرضي عليك. بس هادشي فوقيه ولا شي حاجه؟ يلاه خدي راحتك واسمي دار داركم. وي بنيتي. نعم خالتي. داركم فين كاينين؟ وعاودي لي عليك بنيتي نعرفك مزيان. اشنو عاود لك عبد الغفور خالتي عليا؟ عبد الغفور ما عاود ليا والو، قال لي عا واحد البنت وقال لها واش عندك مشاكل مع دارها، راه غادي نجيبها تن شي ايام وترجعي لداركم الا بغيتي بنيتي نديك نديك. انا بصح خالتي واقع لي مشاكل مع دارنا وبصح جارين عليا. ايه ولكن خاصك تعرفي علاش بعداك. اشنو بنيتي بغيت نعرف؟ خالتي عبد الغفور راه كيكذب عليك. انا راه انا وياه شي عام دابا وحنا مع بعضياتنا في علاقه. ايه وانا راني حامله منه. ويلي هاد الهضره ما قالهاش ليا. ايوا وولدي ما يديرهاش. لا خالتي ولدك مالك؟ لا 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 ولدي مع مرا اديت انا بلا وما ياديش بنات الناس. ايوا خالتي راه ولدك دارها وداكشي علاش جابني هنايا للدار وغير ما قدرش يقولها لك. شوفي وكان بنيتي شوفي وكان. انا خالتي ما غاديش نكذب عليك، على كاين شي واحد يدخل شي وحده ما كيعرفهاش لدارو غير الا ما كانش بصح كيعرفها مزيان ومعاشرها. هي قال لي غادي نحميها وما تبقاش دريه في الزرقاء. كان بغي يقصد بغي يحميني ويحمي ولدو اللي في كرشي. خالتي انا راه حامله من ولدك. واش متاكده من هاد الهضره اللي كتقولي؟ خالتي واش غادي تكذبيني انا؟ واش انا مالي؟ واش فيا مرض نسيان؟ خالتي هادشي اللي كنقول لك راه هو اللي كاين. ولدك راه انا وياه دابا عام وراني حامله منه. ولي 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 عمر ما كانس ولدي. ولدي اخلاقه عاليه، ولدي مثقف، ولدي مؤدب، ولدي متخلق وما ياديش. قلت لك حتى شي بنت الناس ما ياديها. ولكن بنيتي انا هادشي غنحقق فيه، غنحقق فيه ونتا نعاودي. شوفي هو راه حلف عليا ووصاني ما نقولش لك، وانا دابا يا تقصفك وقلت لك عاودت لك كلشي خالتي ما تقولي لي والو. عاد غنشوف شكون اللي كذاب وشكون اللي هضر بصح. خالتي هو خالتي بلا ما ديري لي المشاكل وخليني مرتاحه معاه. راه هو قال لي ما تقوليهاش لامي. بنيتي
عندك ولدي يكون داير فيك الخير وبغيتي تلصقي فيه وتلصقي ليه هذا الموتيف ابنيتي. انا الا كان هو اللي دايرها راه ما تساليني الا نوقف معاك، ولا كان عكدو رانا ما نكذبش عليك ابنيتي، رانا ما نشوفك ما نضرك. نو نو نضل معاك نو. أنا سعيت من الدنيا الناس. الناس؟ قول لي يا ولدي، بغيت نسولك واحد السؤال، ولكن يا وليدي ما تخزنش عليا رانا أمك. ما بقى خبي عليك شي حاجة أنا الوالدة. شوف أولدي، ولدي بزيزي لا متخزن عليا حتى حاجة، متخزن عليا، جيني الصراحة. والله يهديك أمي، واش عمري خبيت شي حاجة عليك؟ أنا عارفك. خالتي، عبد الغفور كيما دخلت عليكم شي وقت مشي وهاب. لا اختي ماشي مشكل، خدي راحتك. ودوي مالك يلا انا كنسمع، وانا والله الوالده ما خبي لك شي حاجه، والله ما انا ما خبي ياك. ما كاين شي مشكل خالتي؟ لا ما كاين حتى شي مشكل، ما عرفتش الوالده ما سمعها اختي. الساعه تولي لله ولدي الساعه، من بعد صافي. واش نطول لكم؟ هضرتي مع الدريه ولا دويس مع الدريه؟ دويس معاه، كون هاني هضرت انا وخالتي وتفاهمنا وكلشي. قلتي لها كلشي ياك؟ هضرت معاك. ما خبيتي حتى شي حاجه؟ وما كاين ما يتخبى عبد الغفور، انا قلت لها كلشي. يا قالت لك كلشي بعدا؟ قالت لي كلشي واخا وصافي الحمد لله. بيتا ياك ماما ما تقلقات؟ لا لا ما درناش تقلق اصلا، هذه راه ما كاينش لاش تقلق، ولا ما كاين حتى شي مشكل، تبرك معاك ان شاء الله. دابا ان شاء الله يبدل يبردوا داركم وديك تن عندكم تن عندهم. حتى سمعتك كتهضر في التليفون مع شي صاحبتها، وقالت ليها قالت لها بلي ما مرتاحاش ليا. هو الا انا خليتك انت وياها دغيا هضرت مع صاحبتها دغيا. وراك عارف انا ما هضرتش انا وياها وقت بزاف. شوف اسدي عند الوالده توريك فين البيت، فين تبدلي حوايجاتك وبركي تمايا حتى يكون خير ان شاء الله اليومين هادي ان شاء الله، ونمشي معاها انا وياك عند الشنطة. جاني الناس راه وليت كنخرب الهضره. سير اختي سير. احسن ام في العالم. عرفتي امي؟ عرفتي ملي كتفاق الصباح وكل حلة عينينا كنشوفها كنعتبر هذيك هي الدنيا وما فيها. ياك احسن حاجه هي انها تكون عندك امك. امك درويشه مرضيه والدري. عرفتي امي؟ والله ما كرهت، وكانت عندي شي 100 مليون كنت درت الدار والطوموبيل ونتزوج. اودي علاه نتزوج؟ وما الزواج امي بحال الله. وهذيك اللي جبتي باغي دير جوج؟ كيفاش اللي جبت؟ المهم اللي جبت انا نتزوج بها. لا واش داير بها؟ واش بناها هضرنا فيها خير. الخير؟ درتي فيها الخير؟ دابا انا وليت امك وعزيزه عليك وما تخزن عليا حتى حاجه، ولا خازن عليا عاجن عب وحدك، درتي زبرتك عب وحدك. كيفاش امي درت زبرتي عب وحدها في حياتي؟ كيفاش من زبره؟ وهذاك اللي حطيتيها لي حامله دابا؟ ومالي انا يا كنت كنحمل فيها؟ لا لا ماشي تسمو الفعله، عاد درتي لها كرش وجيتي حطيتيها هنا في الدار، ها وليتي تقول انا بريء ما درت والو. بلاتي صافي شتي كيفاش السيده اللي جتي مالها؟ حامله منك. وامي واش هيك الدوخي امي؟ انا هذيك بنت الناس درت فيها غير خير، انا مريح مع حالي. جات عندي قالت لي يا خويا واقع لي المشكل، جراو لي دارنا من الدار، انا حيت بقات فيا هي بنت ما بغيتهاش تضيع في الزنقه، وكاينين الشنكاره وبنادم كاين الديان، قلت نجيبها لك الدار، انت يا مرا غتفاهمي معاها وغتعاوني معاها وغتدي لها دارها. اما باش جيت تصق فيا تقول لي راه سمعتي كتقول هاد الهضره؟ واش راه عاودت لي قالت لي ولدك هو مول الكرش؟ وانا ولدي واش الا غتعرفيني راني ضربيت يدك، واش عرفتي غندير شي حاجه لي حرام؟ دخلناك بالله وليدي ما ضحكاش عليك، ما تضحكش عليا حتى وليدي. وهذا ضحكات عليك انا امي وكنقسم لك في امي بالله، كنقسم لك في امي بالله ما نقول شي حاجه. ما تحلفش لي وليدي، راني عارفاك، ولكن البنت هي كتقول لك انا راه ولدك راك خازن عليك، وزدتي كملتي ملي قلتي لها واش عاودتي لامي. انا زعما حسيت انا واش عاودتي لها كلشي، زعما حيت الدار ديال العيالات زعما تعاودك شنو طرا عليها، كيفاش خرج من دارهم؟ ماشي تجي تقول لك راه انا اللي درت ليها. اوليدي انا غنمشي لها وغادي نفرجك فيها. لا لا لا
تقدم الجيران وليدي شافوها الناس معانا دخلت جارتي شافتها وكل شيء ايه تعود هنا محيح عليا خاصنا نشوفوا كيف ندير الجيران جارتي كلتي راه قلتي لا ما قلتش ليها ما قلتش ليها دابا بغينا نخرجوا الدري غتخرج تبدا دير سبعه فودنا وتقعد شوف لي وليدي هذه المشكل اللي غنديروا ليه دابا الا درت الخير غادي يرجع عليا انا الخير ديالي يرجع عليا السياره وليدي هضر معاه بشويه ونشوف واش تحت راسه واش باغا دير واش ما غتقول بنيتي راه وليدي لا طلعتي منا ما درتي لا بيديك لا برجليك والولد غادي يسقفك اللي باقي باغي يدير الخير في هذا الوقت الا خلتي واحد الدار بالاخص لا كانت بنت خلاها في الزنقه نيت اللهم ياكل هاد الدير قالك باغي يدير الخير باغي يدير الخير خير تديري في امك وديري في راسك هاد الوقت هذا جاب وحده من الزنقه حامله على الله منين حطها ليا هنا قالك حقها هادشي باركه شاده ليا التليفون وكونيكتيها مع راسك وانا باركه نسمع في الهضره في العيون اللي من عند امي مالك قلت للناس درت فيك خير دخلت لدارنا ياك ما تجيش تندميني نوض الله يرحمك الوالدين يجمع لك الحوايج ديالك يلا اختي نرجعك منين جبتك واش انت حماقيتي كيفاش حماقيتي نوض 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 دخل نوض نوض تعطلتي ليا نوض نوض ما غنمشي بحال المحل كيفاش ولدنا ولدنا بغيتي تشرد ولدنا دابا انا بيني وبينك شي حاجه ولدنا اللي حامله بمنين جيتو انايا من الزنق كل تحشمي واحد شويه راه انت عارفه وانا عارف حتى شي حاجه ما كاين بيناتنا انت كليان ديالي على الراس والعين انا حمار كليان ديالي خليك في المحل ديالي اما باش تجيب لدخل الدار ما كاينش قال انقص وقال طالعك سخانه واش انت حماقيتي والعام اللي دوزنا انا وياك والحب والغرام ولا بغيتي تفلع عليا خديتيني لحمه وبغات روحني عظمه كيفاش كيفاش واش انت مصدني ولا مالك شوف الله يرحم باك لو ما قطانز علي داك الضحك ديالك وهذاك الشيء ديالك خليه عندك انا درت معاك خير ما تخليش ندم علاش درت معاك هذا الخير هذا كامل هذاك الخير سير ديرو في مخك انا السي مولاي جالسه في داري وحامله بولدي اللي هو ولدك او بغيتي ولا كرهتي غنبقى في هاد الدار وجري خيالك وجري طوالك والخيل مخير ركب فيه شوف امي مريضه عندها السكر وعندها القلب قدر في اي لحظه ولي مسكت لي القلب فلهذا كنقول لك الله يرحمك الوالدين كنطلبك مره اخرى نوضي جميع حوايجك ونتفاهموا انا وياك بلاتي احسن بلا ما نبقى ندخل في مشاكل بغيتي فلوس عندك فلوس بلا ما نبقى نزيد في الهضره انا ما بغيتش الفلوس واش بغيتي انا بغيتك تعترف بولدك واش حقه واش انا غنعترف بشي حاجه ما نديرهاش حشومه عليك تنكر ولدك مسكين اش من ذنب عنده يا كبرت الناس درت فيك الخير ودخلتك ما بغيتكش ياكلوا دياب في الزنقه تولي تلاقي مع الشمكاره ولا شي واحد خسر لك وجهك ولا شي واحد معدي عليك ياك لقيتي فيا وقيلا غنلقى الخير في الشماكريه وما لقاش فيك انت اللي ضيعتيني عام هادي شوفك نعرفك انا فيك شوفك ما عرفت اصيلش كان اصلا كاع البطل شي حزوين ويا خويا مراد باقى شي واحد كيقدر يتحضر في هذا الوقت واش شفتي هادي درنا فيها غير خير دخلناها للدار ودرت معاها غير زوين زعما قلت غادي نديها للوالده توقف معاها وترجعها لدارها ولات كتقول لي بلا انا راني حامله منه وراه انا كنبغيه هو كيبغيني والله ما بقى الثقه اخويا وحد الله وانا بغيت ندير اخويا غير الخير ما درت حتى شي حاجه ديال اللعب راه غير بغيت نوقف معاها كاخ وشوف دابا شنو طرا ليا أري لا يوريك دابا راه باغا تعيني ومحاكيم وعوين شوف شوف لاحظتك هذاك الدري المحامي ولا هذاك الدري صاحب اللي كتعرفو من المحكمة شوف لاحظتك كان شي حاجة ندورو معاه ويوقف معانا الله يرحم لك الوالدين يلاه باش ما كان عاود رد عليا الله يحفظك يلاه شكرا بزاف شكرا يلا. شبان ليا هذه مريضه شويه في راسها شفتي اخويا مراد بعدا شفتي شبان ليا ماشي نورمال الدريه ماشي كنت كدور معاها وهي انت اخويا مراد انت شتي الوالده مسكين راه مكارفسه وحالتها حال انا بغيت ندير غير خير ها انا ولا توحله فيا ولا دابا خاصني نفك معاها راه قلتها لك نهار الاول قلت لك هذا الخير ديالك خليه عندك
حتى اللي جاك تعاون معاه اللي جاك دير معاه راه خاصك تعرف مع من غدير الخير راه ولو بغينا في مين اللي صفر ما كذبش عليك شوف شي صراحه هي بان لي ظريفه وزوينه ونقدر نتزوج بها غير ما كنعرف لها حتى شي حاجه ما عرفتش لا ما شوف هاد العيبه هادي ضربها ليا انا غنسول لك عليها وغنجيب لك ادق التفاصيل ديالها غنجيبهم تراك صاحبي خيرك راه معمرني نساه الله يدير لي فيها الخير وصافي وكون هاني شي من ناحيه الاخبار غنجيب لك ادق التفاصيل ديال فين كتكون وشكون هي وان شاء الله راه ما يكون خير اخويا عبد الله خلي شي غادي يدير شي واحد باقي يتعاون مع شي واحد اخر نمشي معاك للباب رانا قلت لك هاد المره الخير عرف من ديرو يلا نمشي معاك للباب اصبر اخويا عبد اصبر ولا يدبر هادو اللي على كل حال الحمد لله حاجه دير الحاجه درت عليك لا الحاجه لا معدو مين يدوز هادشي اللي عاودي عبد الغفور هاد المشاكل اللي واقع فيهم والله ما عندو مين يدوز ليه عاودي صافي وليدي صافي وليدي كاين مشاكل يا والو صافي وليدي هذاك الدري دير خير مع عرفتي الخير فين كاين اييه صافي وليدي ما علاش واقع كاع عاش واقع في الدنيا صافي دير وليدي الخير استر هذيك الدريه تاعي استرها انا نسمع عبد الخويا شحال نقول لك هاد الهضره اللي قالت لك حاجه هضره تقليديه شوف شي انا راه غادي ندير انا داكشي اللي قلت لك ويكون خير ان شاء الله داكشي القسم الله مرامره وهذاك الدري دار فيه الخير وليدي الله يدير فيك الخير حتى هي صافي ان شاء الله ربي كبير على كل حال داكشي اللي صافي وليدي حاجه انا نخرج معنا نخرج ما يرضي عليك وليدي الله يسهل عليك معليش ديروا الخير ما عرفنا ربي يجيب لينا حنا البناتنا والولادنا ولاد ولادنا شوف مريض عنده السك وعنده عنده القلب قدر هي واحده سكت لها القلب فلهذاك هو رحم والدي بطريقه اخرى ويجيك ونتفاهم انا وياك هي احسن بلا ما نقعد في مشاكل بغيتي في حياتك بلا ما نزيد نهضر انا مش الفلوس واش بغيت انا بغيتك تختار ولدك شوف فين وليت دابا قلت زعما غير نوقف معها ونجيبها لدارنا حيت هي بنت لكن شوف فين وليت صدقتي بالمشاكل امي الدنيا غدارة خويا عبدو رانا مشيت بغيت ندير لك واحد البلان شنو هو ايوا راه قلت لك هذاك النهار غنمشي نسول لك على الدريه واصلها الحاجه كي دايره بخير هاني ما كاين غير الخير قلت لك رانا غنسولك على الدريه اصلها وفين كتكون وكل شيء راني مشيت سولت عليها ولقيت الدري والاخ ديالها وهذيك الدريه راه باغي يعاود لكم شنو كاين اي لقيتي ناس جايين لداركم نيت وانا نجيو الخطبه من داركم خويا عافاك ممكن ما نخبي لك هذيك الدريه عندنا مريضه مرض نفساني بغيناكم تسمحوا لينا بزاف وتوريني خشي غنديها كيفاش مرض نفساني كما كتسمع اخويا عبد الدريه راه فيت ليها هادشي اللي دارت لكم نتوما راه فيت ليها ديال وحده اخرين قبل منكم الدريه راه مريضه رانا قلت لك راه ربي كبير وهذا ما كان اخويا عبد الله يعاونك اسمح لي اخويا انا بزاف انا سناك برا اسمح لي برزتك معايا اجي شنو اجي هي في بيت ديالها اجي هي في بيت الاخرى سير وليدي بغيتي تشوف ديال خويا جيتي فين كنتي هادشي كامل شهر وانا كنقلب عليك ما خليت السبيطاراج ما خليت كوميسارياش حتى مختلف وين حطيتك فيه كنت مع عبد الغفور راجلي خويا عبدو اسمح لينا بزاف الله يخلي لك صحتك عيد انا راني حامله من نور عندي بيبي هنايا ما زيدي من الهضره طقمني خليني مع راجلي ما واش مجعل انا نجي عندك انا نجي عندك انا نجي عندك جات لي بيجامتي جديده وانت انا راك كنصحاب بعقلها وشوفيهم راه عرفتي شفت لك واحد المثال انا اللي دايره فيديو فوق بسينما الحمد لله انا صاحبي وقف معايا مرادكم وكان مراد قلنا دابا في شي مشكل كبير شنو الحل قلنا المره الجايه الواحد ما بقاش يدخل داره من والا وبالاخص بنتي بحال ما بنت نلقاها انا بحال هكا المره الجايه ما بقاش ندخلها لدارها ندير الكوميساريه نيشان يا وليدي وانا حاطه فلوسي وحاطه ذهبي وحاطه كلشي يا وليدي والحمد لله الحمد لله سالات القصه هنا زيدي امي زيدي هذا كان غير مجرد فيلم ولكن ما بغيتش اي واحد يتفرج ويدوز هكاك بغيت هذا يكون عبرة لأي واحد أي ولد كيتفرج أو أي بنت كتفرج إلا بغينا نساعد واحد الإنسان مثلا لقينا واحد البنت طار لها مشكل
ما نحاولوش ندخلوها لديورنا، حيت هكا غادي تخلق لينا حنا مشكل كبير. ولو تكوني انت يا بنت وبغيتي تعاوني مع بنت، ما تجيبيهاش لداركم، ديها لاقرب مركز كاين ديال الشرطه، لانه ببساطه قدر مشكل بسيط يخلق لينا حنا مشكل في حياتنا. بزاف ديال الناس كنشوفهم في الحباسات وهادشي كامل السبب الاول والاخر ديالهم هو الضعف ديالهم والقلب ديالهم اللي كيقدر يخرج عليهم ويؤدي بهم بزاف ديال الحوايج. الوغ بغيت اي واحد شاف هاد الفيلم هذا يستفد منه، حابه تبارطاجيو مع كاع صحابكم وحبابكم باش حتى هما ما يطيحوش في هاد المشاكل. كنبغيكم بزاف.